السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. كيف كتشوفوا فيديو ديال تتمه الجوله اللي كنت درت في ايكيا، فكيف ما وعدتكم انني غادي نحط لكم الجزء الثاني. المهم انا تاخرت شويه بحكم ان كان عندي مشكل في تنزيل الفيديوهات، واليوم حطيت لكم هذا الفيديو لان متاكده كل امراه غادي يعجبها. بغيت كل وحده بغات افكار، بغات تعرف شنو كاين يعني الجديد اللي كاين في اكيا، بغات تفرش دارها، بغات مثلا ديكورات لدارها، فانا متاكده ان هذا الفيديو غادي ينفعك سيرتو الا كنتي باغا تقدمي من اكيا. فانا حاولت بقدر الامكان انني نصور لكم ونوريكم الجديد اللي عند اكيا. المهم كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير، والى عجبكم خليو ليا لايك وشي كومونتير زوينه. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينه. خليكم على الفيديو وما تنسوش.